بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين. الفيديو اليوم هذا نص كيلو ولا أسعار المواد الغذائية في سوق 350 جرام هذا. طبعا الأسعار هذه في شهر رمضان معقول نار وعالية جدا، والشعرية والمواد الغذائية في بعضها مفقود وبعضها مش موجود طبعا، وفي بعض المواد الغذائية النادرة بتكون غالية مثل الفريكة والشعرية والسكر. تقريبا سعر الكيلو السكر بلغ 60 شيكل، والخميرة 40 أو 45 شيكل، الصرصة 20 شيكل العلبة الصغيرة. وفي بعض المواد الغذائية الأساسية مثل الطحين الذي يبلغ أكثر من 100 شيكل، الكيس 25 كيلو. وهذه جولة في أحد أسواق جنوب غزة. رقم الشعرية يا معلم. معنا الباعة كيلو ولا نص كيلو؟ أمام الناس طبعا. نترككم أعزائي المشاهدين للاستمتاع بهذا الفيديو، وتشاهدوا الحياة الطبيعية في أحد أسواق غزة، جنوب غزة. في فريكة معلم؟ هذا السوق في رفح. فريكة. طب الشعرية؟ الباعة يعرضون منتجاتهم أمام الناس، رغم من أن الأسعار غالية جدا جدا جدا، وفي ظل الظروف الصعبة التي يعيشها شعب غزة. رقم الجبنة يا معلم. إلا أن المواطنين يذهبون لاقتناء هذه المواد والمواد الأساسية طبعا. الروتانا. الجبنة الجبنة. نترككم أعزائي المشاهدين مع هذا الفيديو للنهاية، وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واختيار الكل وتفعيل زر الجرس وترك تعليق أسفل الفيديو والإعجاب بالفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت ب 20 صارت ب 50 جرام. الشعرية ما فيش؟ لا مش مبيوعة 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 الشعرية مش موجودة. الشعرية نص كيلو. لا 350 جرام. في معقرون الشعريه والله مباع، باعوها عارف 90 كابونات. قال الواحد اني علي بسبعة شيكل. ببيع فيه لا فرق من الكبيره هذه المدوره. وهو كله غالي. اي كل الكابونات اللي بتيجي. قد ايه البندوره اليوم؟ عمران ما كم البندوره اليوم؟ مش ملفوف؟ لا والله. فول الاخضر بكم؟ 10 لا انا احمد احمد طلع جوا. ماشي يا معلم. فيش فريكة يا معلم؟ ولا شعرية؟ لا حد لا حد.
رقم القرى يا عبد 15 13. في شعرية عندك؟ في شعرية حج؟ معثرون شعرية ما فيش؟ لا معثرون. ما كم القمر الدين هذا؟ 15. ما كم الزيتون يا هذا؟ 30. لقيت شعرية بعد شعرية. 8 ايه 8 شيكل لقيتها 8 قدام. اه والله نفس الماركه. شريت؟ لا بقى ما لونها نص كيلو بهمش ما تكفيش. اذا تكفي 5 انفار الشعريه 350 جرام. بقى بتاخذه بقى صح لنا كابون اليومين هذول. بقى بتاخذه والله رمضان ما خدناش ولا حاجه. بقى بتاخذه بقى في الشعرية عندك؟ لا والله كورونا ولا حاجة.